عمر سليم، متفرج على قناة بين أربيع. إن شاء الله هنشرح دلوقتي بعض الحاجات الظريفة في عمل السبيس في المشروع بتاعنا. طيب لو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره مع أصدقائك. طيب لو أنا عايز أعمل السبيس، يعني السبيس يعني إيه؟ حاجة زي الروم بس فيها معلومات خاصة بالكهروميكانيكال أكتر. طيب لما أنا هقوله هنا سبيس بيقول لي إن أنت تقدر تحط في أي مكان، بس هو مش حاسس بالحوائط. تمام. طيب دي نقطة جميلة جدا، دي مشكلة بتواجه ناس كتيرة. نروح معلمين بقى على المعماري لو هو لينك، واروح جاي هنا على دي الطيب واتأكد انها متعلمة على روم باوندينج. روم باوندينج معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو هيبدأ يحس بالحوائط. طيب هاجي هنا برضو تاني واقول له سبيس، هلاقي ان هو بدأ يحس بالحوائط. ممكن اوفر على نفسي وقت واتاكد ان الابر ليميت بتاعي ممكن نقول له مثلا 4 متر من الجراوند. تمام. او ممكن توصل لحد الفلور السبيس نيو. طيب ممكن اقول له ايه؟ هايلايت بوندنج، يبدا يعمل لي هايلايت. تمام. طيب ممكن اقول له، هو بيقول لي لسه مش موجود. قلت له بليس سبيس اوتوماتيك، يعني اي مكان مقفول اعتبره سبيس. طيب لو جيت تعمل سيلكت كده ده سبيس، هتلاقي عندك معلومات كتير قوي خاصه بالالكتريكال، خاصه بال الميكانيكال، خاصه بالانرجي، كل الحاجات ديت. بس هتلاقي عندك النيم والنمبر سبيس و8. هو مسمي كله سبيس ومديهم رقم 1 2 3 4 5 6 وهكذا، مش واخد الارقام اللي موجوده في الرومز. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا في السبيس نيمنج واقول له ايه؟ انا عايز اخد النيمنج اند سبيس من الروم. تمام. ممكن تقول له النيم بس او النمبر بس، لا انا عايز الاثنين مع بعض في كل الليفلات. تمام. اوكي. هيبدا اهي، تبدا تاخد لما تيجي تعمل سيلكت على السبيس وتدخل، هي نفس الغرفه اللي احنا كنا فيها، بس براير روم دي الغرفه اللي السيدات بيصلوا فيها. تمام. ده بالمناسبه ده مشروع مسجد. تمام. والرقم بتاعه 02 والوكس بتاعته كده. طيب يبقى احنا كده عملنا السبيس. لما تيجي تعمل سيلكت بتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها. طب على سبيل المثال ايه المعلومات اللي انا عايزها؟ الكهرباء. هو بيبدا يحسب الغرفه دي موجوده فين. طبعا بيفرق معاه جدا ان انا بمحدد المكان، يعني لو انا عامل المشروع ده في مصر غير لما اكون عامله في امريكا. هو بقى بيبدا يعمل حسابات الاتجاه بتاع الشمس واتجاه الشمال وكل الحاجات دي بيبدا يحسبها. هتلاقي هنا السيلينج وول والفلور، النزول بتاعته قد ايه، الاحمال بتاعت الكهرباء. هتيجي هنا ميكانيكال فلور بالنسبه للسبلاي اير فلو، هنا لسه مش موجودين بس انا ممكن اجي في اي لحظه في الاناليسيز واقول له ابدا لي احسب لي المعلومه دي. هتيجي عند كل انجلود واقول له ابدا احسب كالكوليت، فيبدا يحسب ويبدا يحط لي المعلومه دي. تمام. خلي بالك وانا بحسب على بوستون اللي هي في امريكا. تمام. البيلدنج تايب، بيلدنج تايب يعني في المجمل المبنى ده هيبقى عباره عن ايه، انما ممكن كل غرفه يبقى ليها استخدام مختلف. بس ده بيتكلم في المجمل، يعني ممكن يكون عندي مثلا فندق ومأجر جزء منه مكاتب. تمام. فهو يبدأ يحسب بقى الغرف اللي احنا عملناها ديت في المسجد، وهيبدأ يطلع لي المعلومات ديت. والمعلومات دي على فكرة دقيقة جدا، بدأ يجيب لي سبلاي اير فلو اهوت، بدأ يجيب لي بعض المعلومات. طيب هنا ممكن الريتيرن اقول له بحسبها انت، احسبها كنسبة من السبلاي. طيب بعد كده هيجي بقى في هل في بلينم ولا لا، هل في هيتد اند كولد ولا كولد بس. طب السبيس تايب، السبيس تايب بتيجي هنا تبدا تختار. هو هنا البيلدنج يعني الافتراضي بتاع المبنى، ممكن تختار اتريوم، ممكن تختار ايربورت زي ما انت عايز. هو بياخد المعلومات بتاعته من القشر ويبدا يحطها على طول. الكونستراكشن تايب بتاعك يعني الروف هتحسبه ازاي، الاكستيريور وول هتحسبه ازاي، السيلينج، الفلور، كل الحاجات دي تقدر تحدد كمية اليو فاليو بتاعتها. تمام. طيب هتقول له نيو وتقول له اوكي، وهتلاقي نفسك تقدر تعدل زي ما انت عايز. هل بيبول، هل بايز بيس تايب ولا
النسبة معينة، عدد الأشخاص مثلا في المتر المربع وهكذا. الإلكتريكال لود برضو. طيب لو أنا بقى عايز أسهل على نفسي شوية، يعني ما أقعدش أعمل غرفة غرفة أبدأ أدخل المعلومات بتاعتها، ممكن بقى تعمل إيه؟ ممكن تعمل جدول. تيجي هنا وتقول له أنا عايز جدول، وتقول له سبيس اهيت الفيسز، وبعد كده تبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت عايز تحطها. يعني ممكن تحط كل دول تمام، وتبدأ تقول له احسب. انا اهم حاجة بالنسبة لي مثلا النيم والنمبر عشان ابدأ افرق. وبعد كده ممكن تقول له مثلا الطيب مثلا، او التوتال هيت سبيس طيب مثلا تمام. طبعا اي معلومة من دول مجرد تعلم عليها مرتين هتروح الناحية التانية. دي الاسماء والارقام والسبيس بقى، اي واحد فيهم عايز تغيرها تبدأ تعمل سيلكت وتختارها وهكذا. يعني ال WC تبدأ تشوف ايه اقرب حاجة ليها، البانتري اقرب حاجة ليها. فالجدول ده حتى لو انت مش هتطبعه او مش هتسلمه، بس هيساعدك ان انت سريعا تبص على المشروع كله وتحدد كل السبيس التايب بتاعها هيبقى ايه، ومنتميه لان زون وفي انهي ليفل و و و. فالجدول ده هيسهل عليك كتير قوي، ويا ريت تسلمه برضو، تبقى معلومه اضافيه للناس اللي شغالين في الموقع يدعوا لك كده.